عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الرابع في الفصل الثاني، وكل عام وأنتم بألف خير. اليوم إن شاء الله رح نرجع ونشرح كتابنا الفصل الثاني، وأول وحدة في كتابك الفصل الثاني عنوانها الضوء. رح نتعرف على خصائص الضوء ونتعرف على مفهوم الضوء وكيف ينتقل وما هي مصادره. إذن هاي الأمور اللي رح نتعرف عليها في هذه الوحدة إن شاء الله. إنه مثل ما حكينا يا مس، أول درس عندنا هو خصائص الضوء، وبالبداية رح نتعرف على الضوء. الضوء هو شكل من أشكال الطاقة يمكننا من رؤية الأشياء. إذن ما هو الضوء؟ هو شكل من أشكال الطاقة يمكننا من رؤية الأشياء، يعني حتى نستطيع رؤية الأشياء من حولنا نحن بحاجة إلى ضوء. ودليل ذلك لو ما كان عندي مصدر للضوء في البيت، فإنك ما بتستطيع رؤية الأشياء من حولك. كمان لما فتت على غرفتك وفي عطل حدث في المصباح، أنت بتبلش تخبط بسريرك، بتبلش تخبط بالخزانة، لأنه ما في رؤية ضوء، ما في مصدر للضوء تخليك تتجنب هاي التخت أو الخزانة أو الحيط حتى تبعد عنهم. إذا المصدر الرئيسي يا مس للضوء على سطح الأرض هي الشمس. لو بسألك يا مس ما هو المصدر الرئيس للضوء على سطح الأرض، رح تحكي لي الشمس. طيب يا مس، لو بسألك من وين بنحصل على الضوء، ما هي مصادر الضوء أو كيف تحصل على الضوء؟ هلا مصادر الضوء في منها قسمين، قسم موجود في الطبيعة، يعني مصادر الطبيعية اللي من الإنسان طبيعي، يعني موجود في الطبيعة، إحنا ما دخلنا فيه، إحنا كإنسان ما دخلنا في هذا المصدر، يعني هو من خلق الله سبحانه وتعالى. مثلا تقسم مصادر الضوء إلى قسمين، مصادر طبيعية توجد في الطبيعة ولا دخل للإنسان فيها، علشان هيك سميناها طبيعية. إذا مصادر طبيعية إن الإنسان ما بتدخل في صنعها. الشمس مصدر من مصادر الضوء، النجوم مصدر من مصادر الضوء، والنار أيضا من مصادر الضوء الطبيعية. وفي كمان عندي قنديل البحر والحشرة اليراعة، هاي المضيئة أيضا من المصادر الطبيعية الموجودة أصلا في الطبيعة وما إله الإنسان دخل فيها. إذا أول مصدر من مصادر الضوء اللي هو المصادر الطبيعية. أما المصدر الثاني اللي هو مصادر صناعية مثل الشمعة، المصباح، الفانوس، هاي كلها من صنع الإنسان، والإنسان هو اللي عمل هاي المصادر الصناعية. إذا مصادر الضوء يا مس مصادر طبيعية، إنه الإنسان ما بتدخل، توجد في الطبيعة والإنسان ما إله دخل في صنعها، مثل الشمس والنجوم والنار. أما المصادر الصناعية كالشمعة والمصباح والفانوس، هاي هي عبارة عن مصادر صناعية. خلينا مع بعض يا مس نشوف هاي التجربة اللي هي بتمثل كيف ينتقل الضوء من مكان إلى آخر. خلينا نتابع مع بعض الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أصدقائي، اليوم إن شاء الله سنقوم بتجربة علمية لنعرف من خلالها خاصية من خواص الضوء، ألا وهي كونه يسير في خطوط مستقيمة. والأدوات المطلوبة في هذه التجربة هي شمعة مضيئة، لوحة كبيرة من الورق المقوى، كمية من الصمغ. نقوم بطي قطعة الورق المقوى على شكل اسطوانة مستقيمة بهذه الطريقة، ونلصق أطرافها بالصمغ جيدا هكذا، ثم ننظر إلى الشمعة من خلال إحدى فتحتي الاسطوانة هكذا. ماذا نشاهد؟ نشاهد لهب الشمعة بوضوح، ثم نقوم بثني الاسطوانة من المنتصف بهذا الشكل لتصبح غير مستقيمة، وننظر إلى الشمعة ثانيا. ماذا نلاحظ هذه المرة؟ هل نشاهد لهب الشمعة؟ لا نرى لهب الشمعة، عجيب. في المرة الأولى كانت الاسطوانة مستقيمة فرأينا من خلالها لهب الشمعة، أما المرة الثانية فكانت الاسطوانة مثنية.